احرار الشعب المغربي. تحيه وصمود للاساتذه الذين يناضلون ويطالبون بحقوقهم العادله والمشروعه. تحيه لكل من يقول لا. تحيه لكل من يرفض الذل والظلم والحكره. تحيه لمن في قلبه الامل وفي قلبه الكرامه وفي قلبه الحياه ضد كل ما يمكن ان يمنعها. تحيه للوجوه الصامده التي تناضل من اجل المدرسه المغربيه، مدرسه ابناء المغاربه الشعبيه العموميه المجانيه. تحيه للاساتذه اصحاب الوزر البيضاء الذين يؤسسون للعلم، للمعرفه، للكتاب، للقراءه، يحاربون الجهل، يحاربون الظلم، يؤسسون للانسان، يستثمرون في الانسان. هؤلاء هم الاساتذه. الاساتذه ليسوا فوضويين، ليسوا مشاغبين، ليسوا احباب الفتنه. الاساتذه يطالبون بحقوق عادله ومشروعه. اذا سنعطي الكلمه للمنسق الاقليمي للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بمديريه العرائش الاستاذ زكريا شابو. تحية نضالية لكافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم العرائش وبكافة ربوع هذا الوطن الجريح. تحية نضالية للجماهير الشعبية بمدينة العرائش. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، شهداء المدرسة العمومية، وعلى رأسهم شهيد القضية أبونا عبد الله حجيلي. الحرية والانعتاق لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي الريف وزرادة. إذا جاء هذا الشكل استجابة لدعوة نقابة لفينو التوجه الديمقراطي التي دعت إلى إضراب وطني مرفوق بأشكال نضالية. استجابت التنسيقية الوطن الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وشاركت في هذا الشكل النضالي، لأننا لسنا ضد خيار الوحدة. ندين القمع الممنهج الذي تعدى حدوده القانونية والمشروعة وتعدى المنطقة والعقل. نسجل اعتقالات بالجملة خلال اليوم الأول. 32 استشهادات وضوء الجيش النضالي. اعتقالات استشهادات وضوء الجيش النضالي. اعتقالات استشهادات وضوء الجيش النضالي. ندين الاعتقالات التي تعرض لها الاساتذه من كافه ربوع هذا الوطن خلال الانزال في الرباط، لا لشيء سوى لاننا طالبنا ككداح بحقنا في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية. ندين التعذيب الذي تعرض له الأساتذة خلال الحراسة النظرية بمخافر الشرطة وبولاية الأمن. نشجب وندين كذلك تدخل الهامجي والعنف المفرط الذي أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة، منها إصابة الأستاذ محمد مهدي من إقليم وفقي من صالح، إصابة على مستوى العمود الفقري والذي دفعته وأدت إلى شلل كامل، ولا جلال أن طرح المستشفى. ندين الحملة القمعية المخزنية لتشويه وشيطنة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نوضح للرأي العام أننا نحارب ونقابل بالقمع وبالاعتقالات وبجميع الممارسات القمعية المخزنية البوليسية الممنهجة، لا لشيء
لأن مصالح الطبقة العليا تريد أن تأكل وتجتت مكتسبات الطبقة السفلى، يريدون بيع ما تبقى من المدرسة العمومية من خلال قانون الإطار 51/17 ومن خلال توظيف بالعقدة، وبالتالي ضرب مجانية التعليم وضرب حقوق اجتماعية ومكتسبات الشعب المغربي. وختاما نؤكد أننا لازلنا صامدون رغم الاعتقالات، رغم كل ما يكون، فنحن لن نتنازل عن حقوقنا العادلة والمشروعة، ومزيدا من الالتفاف حول إطاركم العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، وتحية لجميع إطارات النقابية الصامدة والمناضلة. وتحية وتقدير، تحية وتقدير.